كاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد محور الشباب في الحوار الوطني. مرحب بك معنا في موقع البصيره. اهلا وسهلا بحضراتكم واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. مع انطلاق فعاليات الجلسات النقاشية للحوار الوطني، مشاركة فعالة من كافة القوى السياسية، شفنا نقاشات وجدال وخلاف، لكن في الآخر المشهد عنوانه العام حوار وطني يليق بالجمهورية الجديدة وبمصر اللي بنؤملها جميعا. رأي حضرتك إيه؟ يعني خلينا نؤكد في البداية أن ما يدور الآن داخل قاعات الحوار الوطني هو الصورة الحقيقية والمضمون الحقيقي الذي تبحث عنه الدولة المصرية منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في إبريل 2022. ما حدث اليوم من تباين في وجهات النظر، بمعنى أن في آراء مختلفة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وبرضه عشان الناس اللي بتتابعني، يعني أقصى اليمين لأقصى اليسار، يعني أقصى الآراء المعارضة مع أقصى الآراء المؤيدة. كل الناس النهاردة طرحت رؤيتها، اتكلمت بأريحية تامة، ربما يكونوا أول مرة يقعدوا مع بعض من سنين عشان يتكلموا في النظام الانتخابي، يتكلموا في حقوق الانسان والحريات العامه، يتكلموا في العمل النقابي والاهلي. كل دي امور كان الشعب المصري يحتاج الحديث فيها، واليوم القوى السياسيه والمجتمعيه وقوى المجتمع الاهلي بيتكلموا باريحيه شديده. كل الناس اللي موجوده بتتكلم برايها، بتطرح رؤيتها. المقرر والمقرر المساعد لكل لجنه سمح لكل الحضور بان هم يقولوا رايهم بدون اي يعني تدخل. هناك حاله من الحوار الوطني الحقيقيه تدور الان داخل الجلسات وداخل اللجان. اظن ان احنا النهارده بدايه من يوم 14 مايو 2023 مع بدايه حقيقيه لعمل 19 لجنه عشان يناقشوا ال 113 قضيه اللي بتخدم المواطنين. واظن ان كل اللجان بعد كده هتكون فيها مثل هذه الحاله من الاختلاف والسخونه للوصول الى مساحه من التوافق المشترك. مقرر ساعد لمحور الشباب في الحوار الوطني، كتير بيسالوا عن تمكين الشباب وكيفيه تاهيل كوادر شبابيه سياسيه تليق بالجمهوريه الجديده القادمه. يعني خليني أؤكد النهاردة أن حضوري النهاردة كان يعني تأكيد لما تقوله، نحن اليوم نبحث عن تمكين سياسي للشباب لأن احنا أحد المحاور الرئيسية داخل لجنة الشباب والتمكين السياسي للشباب. والنهاردة كانت في أحزاب يعني كبيرة للغاية أرسلت شباب يتحدثون عنها ويطرحون رؤيتها. أظن ما حدث اليوم هو يتوافق مع هذا الأمر، أن احنا نتكلم حوالين ما يخص الشباب. لدينا في لجنة الشباب هذا الأمر فيما يخص التمكين السياسي، النهاردة طرح الرؤية المتعلقة بالتمثيل النيابي، وأيضا لجنة الأحزاب هتناقش موضوعات الشباب وإزالة عقود امام الاحزاب، وده بيخدم الشباب. احنا داخلين عشان ننفذ التوصيات اللي وصلت او ننفذ المقترحات اللي وصلت لنا عشان نصل لتوصيات مرضيه وتوصيات عمليه. وبالتالي حضور اليوم كان بمثابه يعني مشاركه، لان احنا لجنه متداخله مع كل اللجان، وحديثنا اليوم او متابعتنا اليوم ورصدنا اليوم كان جزء من هذا السياق، ان احنا نحاول نشوف اللجان الاخرى بتتكلم ازاي، لغه الشباب بتتكلم ازاي، عشان لما نوصل لجنه الشباب نتمنى يكون ان فيها هذه المساحه من وجهات النظر المختلفه. احنا عايزين نناقش كل الاراء ونناقش كل وجهات النظر عشان نصل لمساحة مهمة جدا من التوافق في النهاية، او نتفق ان احنا لدينا معلومة متكاملة حوالين القضية التي يتم بحثها ومناقشتها. وبالتالي بإذن الله نطمح في لجنة الشباب ان احنا نقدر نعمل كده، والنهاردة الصورة الحقيقية اللي احنا شفناها بتنبئ على هذا المشهد بإذن الله.